عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم باحسن الاحوال ان شاء الله يا رب. كيف ما شفتوا في العنوان ديال لا فيديو، بغيت نشارك معكم بسطلات حلوين صراحه كيجيو رائعين. بغيت نقول مرحبا للبنات اللي تزادوا جدادين في قناتي، مرحبا بكم. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي كنتمنى تدعموني باللايك وبسبسكرايب، مرحبا بكم. مهم كيف ما كتشوفوا هنايا، درت دجاجة محيد منها غير الظهر والكبدة والقنصة، فيها درت غير الفخودة والصدورة، درت معاها بصلة واحدة، غير بصلة واحدة مشلضة، مازال غنزيد البصلة في المراحل الأخرى. ودرت هنايا معلقة كبيرة ديال الخرقوم البلدي، ونص معلقة ديال البزار، ومعلقة واحدة ديال السكينجبير، ومعلقة ديال الملحة. هادو المعالق عبرت أنا بالمعالق الصغار، نتوما البنات تقدروا ديروا الملح اللي بغيتوا. والبزار راكم عارفين راه الا درتو الا كثرتو راه كيجيبها حاره. ودرت هنايا ربع كاس صغير، ماشي كاس العنبه، كاس صغير من العنبه، درت ربع كاس، خلطتها ما بين الزيت البلديه والزيت الروميه اللي هي زيت العود. غادي نخلط هادشي مزيان وغنديرها تشحر. من بعد فاش غتشحر واحد شويه، زيدوا البنات معاها شي جوج معالق ديال الماء باش ما تحرق لكمش العطريه. من غادي تقلى شويه البصله مع الدجاج، عاد غادي نزيد عليها شويه ديال الماء، غير كاس صغير، كاس ديال العنبه ولا كاس صغير اللي عندكم. ديك الساعه عاد نردها طيب. تابعوا معايا المراحل كامله، انتما كتشوفوا انا درت هاد العبار ديال هاد الكاس هذا. وتقدروا ديروا جوج كيسان اللي بغيتوا، مهم ما تكتروش الماء بزاف، غير اللي يقدر اللي غيطيب فيه الدجاج. من بعد البنات هانتوما تشحروا، انا زدت عليها كيف ما قلت لكم، زدت عليها ثلاثة ديال المعالق ديال الماء باش ما تحرق ليش العطريه. هنايا صافي فاش غادي تشحر، غادي نزيد عليها الماء اللي قلت لكم، هذاك الكاس اللي وريتكم قبيله، زدتو عليها هنايا، وغادي نزيرها باش فاش يطيب الدجاج غادي نحيدو. هانتوما البنات هنا كيف ما كتشوفوا الدجاج طاب، هانتوما راه باقي فيه الماء، راه الدجاج كيطلق الماء ديالو والبصله حتى هي. دابا غادي نحاول نقطر هذاك الدجاج ونحيدو. انا البنات هنايا راه خليتها بستايله، درتها من ورا الفطور، الدجاج طيبته من ورا الفطور، وخليت هادشي كامل حتى لغدا عاد عمرتها. هانتوما غادي تتابعوا معايا. حاولوا تقطروا مزيان الدجاج حيت دجاجة خاصو ينشف، وحاولوا ما تخليو حتى شي حاجه، لا عظام لا جلده لا حتى شي حاجه. انا هنا راه كنحاول كنقلب، غنحيد الدجاج وغنبقى نقلب ونعاود. صراحه غير جربوهم البنات، كيجيو واعرين وزوينين، ماشي بداك الطريقه التقليديه ديالنا، هي بحالها تقريبا ولكن ماشي بحالها 100%. انا ما زدتش عليها شحال من حاجه كنديروها في البسطيله العاديه، حاولت نديرها سامبل وجات زوينه. هانتوما البنات انا قلبت هنايا، كنحاول باش ما نخلي لا عظم لا جلد لا حتى شي حاجه، غير هاد شويه ديال المرقه هو اللي غطيب فيه البصله اللي قلت لكم. البصله ديروا، انا درت هنايا 2 كيلو ديال البصله، حيت البصله فاش كطيب راها كطيح كامله مشلضه مزيان، قطعتها. المهم كل واحد يقطعها على الطريقه ديالو. هنا راه 2 كيلو اللي درت، 2 كيلو في الدجاجه، وفي الاخر فاش غادي تطيب انتم غادي تشوفوا، ما غاديش كاع تبان واش 2 كيلو ديال البصله. هنا غادي نزيد عليها معلقه ديال القرفه، وتقدروا تزيدوا عليها السكر الا بغيتوا، انا غنزيد شويه، داكشي كيبقى حسب الذوق. وهنايا البنات المعدنوس، ها نتوما كثروا المعدنوس، انا راه دايره زلافه صغيره، زلافه كامله قطعتها صغيره. وغادي نزيد هنايا معلقه ديال القرفه، معلقه صغيره، انا كندير العبار بمعلقه صغيره ماشي معلقه كبيره، مهم معلقه تكون عامره. والحلاوه كتبقى حسب الذوق، انا هنايا درت 2 معالق كبار صافي، وحيت ما غاديش نبقى نزيد السكر، صافي غير هاد 2 معالق غير باش تعسل لينا مزيان البصله. دابا صافي غادي نسد عليها في الكوكوط، راه باقي فيها ديك المريقه ديالها شويه.
مهم البنات تابعوا معايا بالطريقه كيف ما كنديرها انايا بالتفصيل، وغادي تنجح لكم ان شاء الله من اول استعمال. وصراحه راه كتجي زوينه بزاف. غادي نسد ديك الساعه على الكوكوت، ومن بعد عاد غادي نرجع نوريكم كي جات. غتجي معسله بحال الطريقه ديال التفايه اللي كنديرو مع كسكسو، مع كسكسو ولا الدغميره اللي كتكون مع الدجاج. غير الدغميره كتجي مالحه وهذه كتجي حلوه. صافي هنايا غادي نسد عليها وغادي نديرها فوق البوطه. ما تجهدوش البنات البوطه وما تقلوهاش بزاف. المهم هنا غادي نخلي الدجاج حتى يبرد، عاد غادي نحلو ان شاء الله. تابعوا معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. هنا صافي، ها انتما كيف ما كتشوفوا البصله شربات داك الماء، ما زدتش عليها الماء كيف ما شفتوا، غير داك المرقه اللي بقات من الدجاج هي اللي درت فيها البصله حتى تشرب البنات تولي بحال هكا. صافي مدغمره مزيان، بدات كتلصق لكم. انا هنايا راه حيت فاش حسيت بالبصله طابت بقى فيها شويه ديال الماء، حيدت عليها الغطاء وخليتها تشرب واحد شويه. كتجي على هذا الشكل هذا. غادي نخليها البنات تستقطر واحد شويه تبرد. ديروها من اللي ديروها في شي شبيكه ولا شي حاجه باش يهبط منها داك الماء وتجمع، حيت راه ما غنديرش ليها انا البيض، ما غنديرش ليها البيض، غنخليها بحال هكا. انا البنات كيف ما قلت لكم في لا فيديو، خليت هذا الشيء درته قبل الفطور، من ورا الفطور طيبت وخليته حتى لغدا، عاد عمرتهم درناهم للفطور. حليت الدجاج كيف ما كتشوفوا قطعته كامل، وهذه هي البصله راكم شفتوا كيف ما قلت لكم 2 كيلو كدير غير شويه. هنايا البنات اللوز مهرمش مقلي مقلي وعاد مهرمش. هنايا السكر كلاصي وشويه ديال البيض باش غادي نجمع الورقه ان شاء الله. انا غادي نوريكم الطريقه ديالي. تقدروا ديروا تعوضوا السكر كلاصي تعوضوه بالعسل نتوما واللي بغيتو. والحلاوه كيف ما كنقول لكم البنات حسب الاختيار ديالكم، كاين اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف حيت الا كثرتي الحلاوه غادي تقهمك. كيف ما كتعرفوا حنا بسطيله ديال الدجاج كتقهم تبارك الله، حيت كتكون حلوه. هنايا مع رمضان راكم عارفين بنادم كيكون خاصو ياكل من كل حاجه شويه، الا جيتي تاكلي غير بسطيله واحده صافي راه غادي تقهمك الا درتي لها الحلاوه. مهم الحلاوه كتبقى اختياريه، كاين اللي كتعجبو الحلاوه وكاين لا، وكتقدروا تستغناو عليها ديروا غير معلقه ديال العسل البركه. انا هنايا غادي نخلط مزيان سكر كلاصي مع اللوز، وديك الساعة غادي نكمل معاكم كيفاش غادي نعمر بستايل الصغار. المهم انا غادي نخلط كل شيء، ما غنديرش طبقه ديال البصله بوحدها وطبقه ديال الدجاج بوحدها وطبقه ديال اللوز بوحدها. غنخلط البصله مع الدجاج كيف ما كتشوفوا باش تسهل عليا شويه الخدمه وما نبقاش كل حاجه بوحدها. مهم تابعوا معايا حتى الاخر ديال لا فيديو تشوفوا الطريقه ديالي. كنتمنى البنات تعجبكم، وصراحه راها عمليه سهله. وكيف ما كنقول لكم المبتدئات، البنات اللي باقين يلاه كيتعلموا، البنات اللي يلاه مزوجات كل وحده وكيفاش، راها صراحه كتصدق من اول مره. انا هي براسي صوبتها اول مره وصدقات ليا. هذه هي الورقه البنات اللي صوبتها في الدار، درتها صغيره على حساب باش تجيني بسطيله وحده. غادي نشاركها معكم ان شاء الله في الفيديو اللي وراه هذا. فهاد لا فيديو اللي وراها غتكون هي الورقه ديال البسطيله، صراحه ناجحه 100%. نتوما كيف ما كتشوفوا كنحركها بيدي كيف ما بغيت، كنديرها بالطريقه اللي بغيت وما كتقطع ما والو. هاد الاولى هذه غندير فيها اللوز، هو الاول غندير الطبقه ديال اللوز هي الاولى. مهم نتوما بغيتو تعمروهم بزاف، بغيتو ديروهم خاويين نتوما واللي بغيتو. انا هنايا درتهم ما بين وبين، ولكن واخا هكاك جاو عامرين على حساب الزلافه. مهم البنات تبعوا معايا كيف ما انا دايره لها، وان شاء الله غادي تصدق لكم من اول استعمال وغتجي زوينه. والبنات اذا جربتوها ما تنساوش تجيو تقولوا لي في لي كومونتير كيف جاتكم. انا عارفه غادي تعجبكم حيت صراحه دارنا عجباتهم وجات حسن من البسطيله الاخرى اللي كيكون فيها البيض وكتكون فيها شحال من حاجه مخلطه. وخا هذيك صراحه التقليديه وكتكون زوينه كتجي بالنسبه للعراس وبالنسبه للمناسبات، هذه غير الفطور او العشاء باش ما نتقهموش. هنا البنات انا غنسدها بالبيض كيف ما كتشوفوا. المهم غادي نخليكم مع وحده اخرى ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه كيفاش. نتوما تقدروا ديروا في الزليفه اللي بغيتوا. هنايا راه جا اللوز هو الفوق،
انا ديجا صوبت وحده، صوبت فيها الدجاج هو الفوق، هو الطبقه الاولى. غادي نوريكم الثانيه يعني كيف ما كتشوفوها هي حداها، وغادي نوريكم الثانيه عاوتاني الدجاج هو الاول. هنا البنات غادي نعاود ندير، غادي ندير الثانيه، غنسبق هنايا الدجاج هو الاول كيف ما قلت لكم، وعاد غادي ندير اللوز باش شكلتهم. كاين اللي درت اللوز هو الاول واللي درت الدجاج هو الاول. انا حاولت نعطيكم البنات ادق التفاصيل كيفاش استعملتها مرحله من ورا مرحله، باش حتى نتوما تصدق ليكم كيف ما صدقت لي انا. صراحه جات زوينه بزاف، كنتمنى البنات تجربوها، ورا تقدروا تحتفظوا بها حتى في الفريغو، غير خليوها في شي بلاطو ستفوهم بحال هكاك حتى يجمدوا، عاد من بعد تقدروا تستعملوا ديروهم في شي بواطا او لا في شي بلاستيك غذائي، وخد تحتفظوا بها حتى في الفريغو ان شاء الله. مهم انا غادي نحطها هنايا، ومن غادي نطيبهم غادي نوريكم الشكل النهائي ديالهم البنات. ها انتم كتجي على هذا الشكل، هذه صغيره وزوينه، وانتم تقدروا ديروا الحجم اللي بغيتوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيلات ديال البنات، هكا كيجيو على هذا الشكل. هذا صراحه كيجيو زوينين، هنا راه باقيين سخان ما قدرتش نهزهم حيت فينيتهم كنت جبتهم مع المغرب نيشان. نتوما تقدروا تذوقوهم بالشكل اللي بغيتو. درت انا هنايا هادو دهنتهم بالعسل ودرت عليهم لوز كومكاسي، وهذه درتها بالطريقه العاديه التقليديه، القرفه والسكر كلاسي، وصراحه كتجي زوينه في الشكل ديالها. وانتوما تقدروا ديكوراسيون ديروها اختياريه. كنتمنى البنات يعجبكم لا فيديو ديال اليوم. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليو لي جيم او كومونتير، وجربوهم ان شاء الله راه غادي يعجبوكم. والبنات اللي جدات في قناتي مرحبا بكم، كنتمنى تدعموني باللايك وبسبسكرايب. السلام عليكم.